من جانبه وصف رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الاستجواب بأنه كان راقيا، معلنا عن تحديد جلسة الأول من نوفمبر المقبل موعدا لمناقشة طلب طرح الثقة. كان الاستجواب راقي من الطرفين بغض النظر عن النتائج، هذه هي الديمقراطية وكل له قناعته. حتى حصلت يعني بعض المداخلات الخارجة عن محاور الاستجواب، وبالتالي كمسؤوليتي في إدارة الجلسة بأني أشطب ما هو خارج محاور الاستجواب، وبسبب هذا الخروج حصلت المشادة اللي أنتم شفتوها واللي ما كنا نتمناها، لكن انتهت. وبعد ذلك تقدم 10 أعضاء بطلب طرح الثقة في الوزير الأخ محمد العبدالله، ووفقا للائحة حددت جلسة الأربعاء الأول من نوفمبر موعدا للتصويت على طرح الثقة، ثم انتهينا بانتخاب اللجان الدائمة، والجلسة القادمة ستكون يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله، نستكمل فيها اللجان المؤقتة وباقي جدول أعمال اللجنة. أما بالنسبة للأسئلة للاحتمالات وما غير ذلك، بالنسبة لي حتى الآن هناك جلسة للتصويت على طلب طرح الثقة مقرر لها 1 نوفمبر القادم.